على الرادارات او مناطق عسكريه او رادارات عسكريه. دي ممكن تساعدنا واحنا عندنا في المنطقه دي او قريب منها. الرادارات دي هتبقى شايفه الطياره طبعا على هذا الارتفاع او اقل منه. ويمكن هي طبعا اللي شافت ان الطياره اختفت. يعني الطياره اختفت يعني معناها ان حصل لها سقوط حاد في وقت قصير جدا، بحيث حتى ان الرادار لما بيبعت نبضات وترجع له ما بيلحقش. نعم. وده اللي حصل في الطياره دي، انها نزلت بسرعه يعني بنزول حاد جدا، بحيث ان هي ما اتشافتش. انا بس عايز اقول لحضرتك بس للناس المشاهدين كلمه بمناسبه الفيلم اللي حضرتك اذاعته عن حوادث الطيران، عشان الناس ما تقلقش. انا عايز اقول ان حوادث الطيران لا تزيد نسبتها عن 15% من حوادث النقل الاخرى، سواء حوادث طرق، حوادث سكه حديد، هي الاكثر امنا، فهي الاكثر امانا. نعم. والاكثر سرعه والاكثر راحه. نعم. وان في 3.5 مليار مسافر حول العالم كل سنه. فده طبعا يعني عايزين نقول ان الناس ما تقلقش، حوادث الطيران نسبتها قليله جدا جدا بالنسبه للحوادث الاخرى. الحادثه دي حصلت ازاي؟ تحليل حضرتك. اولا انا عايز اقول لحضرتك على الحقيقه المؤكده الوحيده، ان الطياره ايرباص 320 الرحله 804 مصر الطيران سقطت في البحر على شمال اسكندريه 290 كيلو وعليها 66 راكب فيهم طاقم. دي حقيقة مؤكدة. أما الباقي فهو احتمالات. في تحليل حوادث الطيران لابد إن احنا نلجأ للحقائق ونعتمد للحقائق حتى لو خدت وقت. ده ضروري جدا، واحنا نعم. بالذات في موقف على المحك. نعم. احنا طبعا الحادث ده يعني حادث يعني على المحك. إنما أسباب حوادث الطيران هي الأسباب الرئيسية أربع أسباب. السبب الاولاني بيبقى العنصر البشري. ايوه. وبيندرج تحتيه بقى طبعا اول حاجه الطيار والمساعد، ودول لا كلام عليهم. نعم. يعني عدد ساعات كبير، عدى 6200 ساعه، كفاءه وسمعه محترمه. وحضرتك نعم. زي ما حضرتك قلت كفاءه الطيار المصري نعم. لا غبار عليها. نعم. ومن اكفأ نعم. 3 طيارين في العالم. ودي حقيقه ما هيش. الحاجه الثانيه الظروف المناخيه. الظروف المناخيه طبعا كانت ظروف جيده جدا. والطياره طايره على ارتفاع 37,000 قدم. الجو كان جيد حسب تقرير هيئه الارصاد. وحسب ان في طيار بريطاني قال ان هو يعني كان بيطير في الوقت ده جنب الطياره وكان الجو كويس. والطياره دي 37,000 قدم يعني حوالي اكتر من 11 كيلو. ده بيطير في طبقه اسمها طبقه التروبوبوز، دي فوق الظواهر الجويه. يعني حتى لو في ظواهر جويه هي طايره فوق الظواهر الجويه. يتبقى عندنا عنصرين مهمين جدا، اما اسباب فنيه واما اعمال تدخل غير مشروع. ودي حوالي 7-8 اعمال. منهم مواد متفجره او مواد ناسفه او مشتعله، منهم اعتصام، منهم اختطاف طياره، منهم فوضى جوه الطياره. يعني كل ده اعمال تدخل غير مشروع. فيعني بيرجح ان هو يكون يا اما اسباب فنيه او اعمال تدخل غير مشروع. يرجح. ما هو احنا واحدة من الاثنين. هي واحدة من الاثنين. يعني لكن يعني نستبعد قليلا العنصر البشري ونستبعد الظروف المناخية. لو في تدخل غير مشروع يتشاف كتسجيلات كصندوق اسود طبعا، انه حد خناقة قنبلة مش اكيد، ايه هيبقى الفيصل؟ زي ما الكابتن هاني قال، هيبقى الفيصل هو حطام الطيارة. وشكل حطام الطياره بيدل على حاجات كتير. فرضا ان انا ما عرفتش اجيب حطام الطياره بالكامل، لا ما هو جبت اجزاء منه، هجيب اجزاء هتبين، لان في اجزاء ده انا ممكن احللها في معامل. يعني النهارده هل الاجزاء دي متناسره قطع صغيره؟ هل هي مقترنه بعضيها؟ هل ولا متناسره في مسافات بعيده؟ يعني معناها الطياره انفجرت في الجو. هل هي نازله كتله واحده راسيه او انقسمت بعد ارتطامها بسطح البحر؟ الصندوق الاسود طبعا، او هم اتنين صندوق مش واحد. نعم. دول هيبقوا فيصل في نعم. في الكلام ده. لو هو عمل ارهاب يبقى هنبتدي من الاول، هنبتدي من مطار الاقلاع. مطار الاقلاع طبعا، وما تم في مطار الاقلاع. من اجراءات نبتدي نشوف الاجراءات دي بقى واحده واحده ونتكلم، ويمكن ونرجع بقى تاني لحادثه الطياره الروسيه وكيف تم مهاجمه مطار شرم الشيخ وما حدث في ايام الطياره الروسيه باعتباره كان مطار الاقلاع. طيب هنقف مع حضراتكم هنا، لما نرجع هسأل حضرتك باعتبارك كخبير في اللجنة